واحد بيقول ما اسباب التطليق وما هو بطلان الزواج. التطليق لعلة الزنا او لتغيير الدين، غير كده لا. لعلة الزنا كما ورد في 4 آيات في الانجيل المقدس، في متى 5:32 ومتى 19:9 ومرقس 10:11 ولوقا 16:18. وحكاية تغيير الدين كما ورد في كورنثوس الاولى 7، بيقول ليس الاخوة والاخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، ان اراد ان يفارق فليفارق. غير كده مفيش اسباب للتطليق. اما بطلان الزواج فيبقى كأن الزواج لم يحدث اطلاقا، يعني كأن ما حصلش الزواج، وده له اسباب. اذا تم الزواج بطريقة خاطئة، يعني زواج غير شرعي او اجراه كاهن غير شرعي، فيبقى سبب للتطليق، لسبب للبطلان. وايضا اذا تم الزواج بغير الموافقة، مفروض ان الزوج والزوجة هم الاثنين يوافقوا، يعني اذا تم بغير ارادة اي حد فيهم ممكن يطلب بطلان الزواج. وايضا اذا كان احد الزوجين مجنون مثلا، لانه مدام فقد عقله يبقى يبطل الزواج، او في درجة معينة من الجنون مش ضروري جنون مطبق برضو يبطل الزواج. او اذا كان عنده الزواج تم بطريقة الغش. الغش في سبب جوهري، مش واحدة تقول ده قال لي انه بكالوريوس تجارة وطلع دبلوم تجارة، لا دي ما اسمهاش غش. الغش يعني في سبب جوهري، زي واحدة مثلا تتجوز على انها بكر وما طلعتش بكر الى اخر، فدي اسباب للبطلان ويرفع بيها قضية طلب بطلان، على شرط ان الواحد ما يرضاش بالزواج الغلط ويستمر فيه مدة وبعدين يطالب بالبطلان من اولها.